لتفاصيل أدق عن هذه المسابقة، مسابقة الأساتذة، معي عبر الهاتف المستشار التربوي عبد الحكيم زيتوني. مساء الخير سيدي، مرحبا. مساء الخير أخي هارون، مساء الخير لجميع المشاهدين قناة معاد، نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أستاذ عبد الحكيم زيتوني، بعد المرحلة الأولى لامتحان الكتابي وظهور النتائج ابتداء من الآن عبر الموقع المخصص لذلك، الأساتذة يذهبون للمرحلة الثانية امتحان شفوي، هل كان تطلعنا عن تفاصيل العملية الثانية وكيفية حساب المعدل العام؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ كل المترشحين الذين اجتازوا هذا الامتحان الكتابي، ولكن نقول لهم أن هذا لا يعني أن كل من نجح في العمل يعني الكتابي في الامتحان الكتابي له المنصب، لا، هي باش يكون نطلع المترشحين على هذه العملية أن الامتحانات الكتابية يعني الأوراق تاعهم واش جاوبوا على الأوراق تاعهم تصحح وتدون في جهاز الإعلام الآلي، ثم يضاف إليه نقطة العلامة الشفهي. يعني نقول لهم باللي الكتابي كاين معامل 2، يعني إذا تحصل على 12 12 في 2 زائد العلامة تاع الشفهي 1 تقسيم كل تقسيم 3، يعني باش من بعد ثم معامل الشفهي 1 هكذا، المعامل الشفهي يكون 1، يعني عموم دائما يكون 1 إلا إذا كان بدل، ولكن دائما يكون أضعف من الكتابي. إذا طيب. كان كتابي 3 المعامل تاع الشفهي يكون 1 أو 2، يعني يجمع، هذا يجمع، يعني يديروا عملية حسابية ثم يرتبون من الأول إلى الصف الأخير، يعني 132 ألف هذه اللي الوزارة أعلنت عنها أن هذا ال 132 عبر يعني وطنيين، ولكن كل يعني مديرية التربية واحتياجاتها. نعم واحتياجاتها، يرتبون حسب المعدل حسب الاستحقاق، ثم يمنح كل المناصب تمنح إلى عدد، مثلا نقولوا مثلا اللي عنده مثلا جزائر الشرق أو غرب أو سيتيف أو كان عندنا 400 منصب عنده 600 اللي نجحوا يرتبون من 1 إلى 400، من 400 للفوق 401 و2 و3 يدخلوا بالاحتياط. طيب يعني قوائم احتياطية يعني ينسحب أنت من المنصب. إذا هذه العملية هذه يقوم بها الديوان ثم يصادق عليها الوظيفة العمومي. طيب. ثم يعلن عن النتائج مباشرة عن طريق الديوان وفي مديرية التربية عبر الوطن. فيما يخص الامتحان الشفهي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شفهي، يعني نقولوا الشفهي دائما هو تقييم الأستاذ، يعني من ناحية نفسية كيفاش ينظر هذا الأستاذ إلى قطاع التعليم، كيفاش تكون مع المعاملة تاعك مع التلاميذ، كاين أسئلة تمنح يعني هذه الأسئلة يقوم بها أساتذة ومديرين ومفتشين، يعني كل يكونوا هما رؤساء اللجان ويكونوا فيها أساتذة ويقيمون، يعني حسب اللجنة تمنح العلامة إلى الأستاذ ذلك المترشح لكي يكون قال هذا يصلح لأن يكون أستاذ حسب الإجابات تاعو، يعني الإجابات الشفوية منه يعني تصدر منه. أشكرك جزيل. هذا لا يكون يعني تقييم يعني حقيقي، لأن ما نقدرش نقيم واحد شفاهي نقولوا بالك يدخل واحد يكون ستريسي، بالك يدخل يخاف، بالك ما يجاوب، هذا لا يعني أن الأستاذ يقيم شفويين في نص دقيقة أو في 5 دقائق، لا، ولكن الكتابي عنده مصداقية أكثر من الشفهي. لهذا المعامل يعني أعلى من الامتحان الشفهي. معامل شفهي دائما أضعف. اتضحت الصورة. أستاذ عبد الحكيم زيتوني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهاتفية.